مجالس. ما كان في صراعات، كان في أمور مستحقة كانوا ينادون فيها نواب الأمة، فلا توجد صراعات مصطنعة. هناك بعض الأزمات التي تخلقها للأسف الحكومة. إن تعاونت الحكومة معنا في الفترة القادمة سوف نمد يد العون لهم ونتعاون معهم. وإن كان في الفترة القادمة أيضا الحكومة رجعت إلى ما كانت عليه لن يكون هناك تعاون. طبعا الخطوة القادمة افتتاح المجلس وتشكيل حكومة بعد الانتخابات. الشعب الكويتي كله معلق آماله بعد الله عز وجل على التعاون الحكومي مع هذا المجلس اللي أصبح هو اختيار الشعب اليوم، وهو بحمد الله يعني كفاءات يعني إنتاجها مخرجات الانتخابات هذه بالذات لاقت ارتياح واسع من الشعب الكويتي. ويتمنى الشعب الكويتي أنه على مستوى يعني هذه الكفاءات وهذه المخرجات مخرجات الانتخابات أنه يكون في المقابل أيضا رجال دولة في التشكيل الحكومة القادمة.